اوكي قمر طاع عندنا هنا انا اقول ارتبطت قمر طاع لو مرتبطه تحمست كلش هوايه. هل تعلم يا عزيزي المشاهد او عزيزي المباوع انه هاي المصقوله او الحامض حلو هي اطيب مصقوله بالعالم؟ تخبل. انا اعيف هاي السؤال في الطايح هذا وكمل بالفيديو، العالم تنتظرك. السلام عليكم، هلا يا شباب، على عباس وفيديو جديد. تشوفون شويه خامل لان مريض، يعني ليش ما تسولون علي يا الربع؟ صح انه الفيديو اللي نزلته البارحه انه هذا الفيديو صار مصوره يومين قبل لا اتمرض اليوم اللي هي نجله وسخونه، يعني كلنا جمعنا عليه. ففيديو اليوم يا الربع هنا انتشر عندنا ترند اللي مال نانسي عجرم، تعرفون دائما كل ما تنزل الاغنيه نانسي عجرم لازم يصير ترند بالتيك توك. وشنو الاغنيه؟ صار لها سنتين، تخيل ان هي صار لها سنتين تجهز تضرب عندنا، سنتين لو ست سنين. هاي سمعتوها؟ والله الاغنيه كلش حلوه وكنت انا سامعها من زمان، فصارت ترند بالتيك توك. وبس يا الربع خلينا نبلش، فخلي لايك اذا ما خلي لايك، اذا انت جديد اشترك بالقناه وروح على التيك توك يا حبيبي. يا الربع مبدئيا هذا هو الترند، تخيلون 3709، يعني قبل لا ابلش هذا الفيديو قبل لا اصور كان 3000، تخيلوا زاد 709، واو يعني الترند قاعد يمشي. انا اول واحد اسوي عليه رده فعل باليوتيوب ومتاكد راح ينجح ويصير طاش. فخلينا نبلش بالفيديو الاول. اوكي بيحب شعرها، هذا الترند مال العشاق يعني مال المرتبطين، شكو مرتبط تلقون انا موجود يعني بهذا الترند. تمام صراحة اغاني ماما احلى اغاني، والباقي هاي بيت نانس عجرم. شكياته يقول ماما، يعني صار عنده فضول والله اعرف حسابه. بس كفولي صدق يومها نور باسمه، اعتقد هو ابوها ما اعرف والله يا ربع، يعني اذا تعرفون انه هاي بنت نانسي عجرم اكتبوا لي بالتعليقات، يعني صار عندي فضول. اوكي شكلي وانا عم اتدرب على مرايه شو راح احكي للكراش بس يعترف لي. اوكي بقول على وجهه الحركات التجسيد اللي قاعد يصير بشكلها. انا اقول راح يعني بعد ما تعترف لي هي، هو ما اعرف هو يعترف لي، انا اعرف الشباب ما يعترفون ان البنيه هي اللي تصارحه، فاعتقد انه اموركم بالسليم. ولا بحب حدا ولا حد يحبني الاغاني اللي بسمعها. اوكي ما رد نحكي هواي حكي على هذا الولد، ولد حبوبي. اوكي شنو الغرض من هذا الفيديو اللي يتسم منزله؟ صور هيك اصور هيك اخليه بالعرض اخليه بالطول، شنو الفائده من هذا الفيديو اللي انت مصوره يعني يا الربع؟ اسف لا قاعد اصيح بس ماكو شيء حلو يعني بالفيديو مالك، حتى ما دايغنوا يا الاغنيه. ديسلايك. اوكي لما ما اعرف ليش يعني كل ما اطب على الفيديوهات مال التيك توك هيك يجيني شعور مال السعاده، الادرينالين يصعد، يعني الفيتامينات جابها والهرمونات وهاي كلنا نصير عاليه. اوه شنو هاي؟ شو فهمت انا ذات الموبايل تهززين بيه هيجي؟ شو فهمت انا؟ حاطط لنا هنا بشوايبج. هاي بالبدايه هيك يعني المره الجايه انه تخليه بحلقه وظل صار لنا جو طلع لنا بلاعيمها وسنونها. ليش؟ اوكي من زمان مش نصور هون. بس ليش التمايلات يعني صديقي؟ ليش التمايلات؟ هو يقولوا العلا ولا تتنمر، لا تنتقد، لا تحكي انت رده فعل. يا ربع مو هو يجي قدامي الفيديو ماله. شوفوا لي. يعني هسه شو اقول لك؟ عاشت ايدك لو عفي عليك لو شنو اقول لك؟ ما نردنا شو نعيفه نعيفه. اوكي لوك لموعد غرامه، ايش قلت يعني؟ الترند هذا مال العشاق المرتبطين الكبلز. الحين انا قاعد اتعلم البنات على الستايلات ما ستايلات.
اوكي نفسي اشوفك بتضحكي او بتبتسمي. اوكي طيب ليش ما تضحكين؟ يعني هو هنا تقول لك بنيه ما ادري ولد، انا اشوفك نفسي اشوفك يعني تبي تشوفك تضحك او بتبتسم. ما اعرف ليش الناس كلها حزينه بالتيك توك، وايد حزينين بالتيك توك، ما عليهم اغاني وهاي ليش؟ الحياة حلوه والله، والله الحياه حلوه، انا وايد اسوي شيء ما اعرف ليش، بس الحياه حلوه. الله هاي شيء ما شو، هواي كتبوا لي بالتعليقات على وسووا عليه رده فعل. هاي شيء ما شو. ويا دبدو. الصراحة حركة حلوة انه تبين انه هي ما مرتبطة حاطة دبدوب يمها. حلو لا 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 حلو حلو حلوة الحركة عجبتني والله. اها وصلنا وصلنا لذول المرتبطين وصلنا للكوبلز. ايه ما اعرف ذول عربي يمكن ايه عرب لان اغنية عربية. اوكي ابنية بين تيشيرتات الكورة اسمها. وصلنا للناس اللي تقمز وهيك تفر نفسها يعني عبارة عن لعابة اصطناعية ما ادري لايلون هيك تفر نفسها قدام الكاميرا. زين شنو الغرض من هاي الفرة ما اعرف يعني. يعني هيك جت خطرت ببالها انه لازم انا اقمز هيك قدام الفيديو حتى يكون الفيديو حلو. ليش؟ ما اعرف. اوكي. لازم تخرب الفيديو من يبا الله متعوره يا خطيه. تقدر بنيه اللي فاتت بالبدايه انا شفت بنيه خطفت من يمها هاي لازم تخرب الفيديو. ربع اكتشفت شغله انه هذا الترند عباره عن بنات كلش هوايه. معقوله البنات اللي هنا بهذا يعني هذا الترند مجرد بس بنات بدهم يصورون على هذا الترند؟ يعني شباب ماكو قليلين كلش اجانب اكثريتهم وليش بدهم يصورون الترند العربي؟ ما اعرف والله. اوكي قمر طاع عندنا هنا قبل شوي قاعد اقول وين يعني قمر يعني ذن اللي تيم مالته لا ناولين وما موجودين. معقولة ارتبطت قمر طائل ومرتبطة؟ لأن الناس اللي تصور هذا الترند وهيجي تكون حماس وهيجي بيني مرتبطين يا الربع. شوفوا لي. فوالله بالتوفيق إذا مرتبطة بالتوفيق. أوكي. قبل شوية قاعد أحكي جتنا هي الثانية بس ما لا علاء. قمر طائل وياها. وربو ما تعرف. ورب هاي غير بسملة عليها صوت يبو حريقة حريقة صوتها يخبل. أتمنى إنه تغنيها بصوتها لأن هاي الأغنية يعني كلش أحبها والله. أوكي. هاي قبل 22 ساعة نزلتها قمر طاي هي وبنين. بغني من قلبي شوفوا قبل شوي ايش قلت لكم ده تغني بحماس ومن كل قلبها. ليش؟ اوكي والله اللي اشتري له كلمتين العالم كله بس جيبوا لي جماعه الكيبوب بي تي اس ما اعرف هذا منو هذا يا الربع قاعد ياكل برتقال وفواكه صورنا عليه فيديو ما اعرف اذا تعرفوه كتبوا لي والله. اوكي عندنا هنا بنوته يمكن هسه هو جاي من المدرسه وقاعد تصور تشوفوه حتى بعد ما مبدله ملابس المدرسه. هو ايش بده بهذا الترند يعني ناس جايين هسه من المدرسه وناس حاطه الجلطه هنا يعني بعد ما بدل بعد ما اكل بعد ما شرب مي حاطه موبايل قام يصور قدام المرايه بدل. اها شوفوا هاي الاخت هاي ناس تطلع مبدله مبينه كاشخه شوفوا لي شوف ما ادري ليش كلها متحمسه يا الربع يعني كلها مرتبطه يعني ماكو. اوكي دول عرب حلو. اتحمست كلش هواية عباله حبيبها لو زوجها طلع اخوها. يو يو على هاي الصدمة اللي صارت يا الربع وربما ما تتعرف.
شفتهم دول يصورون عبالي مرتبطين دولة. طلع اخوه كاتب اليوم عيد ميلاد خيي. الله حال السناقل هنا يا الربع يشرح حالنا احنا السناقل. ما حد انا واختي لحالنا بالبيت، ها هي واختها قاعد تصور سنجل اثنينات السناقل. اسعد نفسك بنفسك، اسعد نفسك بنفسك. والله عشدي يا شيم. اوكي ربع مثل ما شفت هذا الفيديو، هذا الفيديو اتمنى عجبكم، هو اكيد راح يعجبكم لان بي ناس سناقل وبي ناس مرتبطين، راح اوازن يعني بين الاثنين. اوكي ربع مثل ما شفت هذا الفيديو اتمنى الفيديو عجبكم واستمتعتوا به، اذا عندكم مثل هيك ترندات سووا عليها منشن، هذا هنا اليوزر مات مال التيك توك سووا له هناك منشن حتى سووا عليه ردة فعل. وتابعوني بالانستغرام، واذا ما حط لايك الحدث ايش تنتظر؟ خلي لايك واشترك بالقناة اذا انت جديد، لان ادري من جديد انت تتابع هذا الفيديو بس ما تشترك. ايش تنتظر؟ اشترك بالقناة هسه اوكي؟ دوس على الاشتراك ودوس على اللايك وبس يا الربع، مع السلامة.